السلام عليكم. ايه هندسه؟ عامل ايه يا معلم؟ انا عاملك مهندس وانت صاغد في سنه خمسه صاغد ست سنين ورا بعض. ما فيش كتير انا جاي لهم مهندس و مهندس ايه يا مهندس؟ هندسه يا معلم. اشتغل يا ولد اشتغل يا كلب. هندسه مهندس تشتغل ما تتكلمش عليهم بقى. اشتغل اشتغل يا شيخ. انت كمان ست ملاحق في سنه خمسه يا ده. اشتغل يا ولد يا ست. بس انت صاغد في سنه خمسه وتسعه اولى. نهار ابيض، شوف الجوجا عامل ازاي. ده الجوجا هياكل شجرنا. هو ابوك ولا احنا ولا عازمين الجوجا دي على رمضان حيان. انت اللي اشتغل عشان نخلصه ونيجي ننقوا الجوجا دي اللي ادحوه. سيف هذا جميل يا عم. لا اعطي بقى نهار ابيض ولا شاهد. يلا انتم على المصحف اللي اشتغل على اكثر من 45 معاي. جاني شفت لكم صدى حديد للشزر. ادعوا عاد ادعوا لي بعد ما تحطوه. ده انتوا على المصحف انتوا بتاع وقت خدمه على الشزر ولا ايه؟ الجو هو شهر سبعه يقع. يبالك الحمل شهر سبعه يقع. شهر سبعه يقع مجبور. مش الجوجع يا نهار ابيض. ده لو على المصحف ده لو يجوها على عين الضفر. يا اختي قول لابوك بقول لك المهندس محمد عاطف نجد الجوجا. تفكر نفسك هتاخد فلوس على العمليات ولا ايه؟ قول لابوك بقول لك المهندس محمد عاطف نجد الجوجا. لا واحنا مش مطرح ابونا ولا ايه؟ ابوك عزت ديت اللي ما فلاحش. قول لابوك عشان ما ياكلش بس. انت مالك؟ قول لابوك انت راخي. ابوي على الطريق بيخرب بيتنا. انا عارف كل شويه يطلع الدكان يروح يسرق. ايه يا يتجرف على كأهل. ما انه ما طلعت تلوث. معلش تلوث اذا طلعت مش لويسه بطنك مش حطاها كيف دير ميت. اشتغل على راي المهندس محمد. خليهم نقول من وراها عادين. عاوز نتعارك معاه. خربوها عطيتهم صدى حديد هيك ما يعرفوا ليه. انت يا محمد اتفضل. عامل ايه يا معلم؟ عامل ايه يا حاج؟ الحمد لله والله. لا تمسح حاجه ما تنقهر. انا إيه؟ عندي الارض باظت من الجوجع والله. عاوز لا حاجه تنضفها من الجوجع يا والله. كنت عامل حسابي يا ابني. شوف الارض خضراء وحلوه. عندي الحل النهائي. لا يخرب بيته ان شاء الله. تعالي تعالي جيبوني. تعالي. بص انا كنت عامل حسابي ومتاكد وكل حاجه. البتاع ديت هتروش في الارض وما تقولهاش لولو. شلولو هي هتقول لك بطن تلوي. قوي قوي قوي. عادي يا اسطى. صدى حديد وحيد وصابر على بعض الاثنين يعني. الجوجع مقاصده اهو. دي بقى بيشيل لك الجوجع وبينظف الارض بياكل فيها كده. والله علي النعمه بظبطها. طب عامله كام الشكاره دي؟ الشكاره ديت عامله 500 و600. ينفع يا عم؟ بس استنى كده انا هقول لك حاجه حلوه. يا تشيلني يعني. انا عايز اللي يديني دواء. قلت لك شويه انا اهو. ماشي. اتفضل يا ولد. ثبتك انت ميت قبل كده ولا ايه؟ بس 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 ده اللي بيمشي. ايه ما هو يا ما هو يا ابني. يا يما خلص بقى. اتفضل. انا عاوز اكلك. امسك الجزء بتاع اهو. ما تسيب الجزء بتاع اللي تنقاها. ما تنفع الهوا يا اخوي. انا روح اقول لامك. روح اجي. الواحد تلاقي عليه انما انا اعطي لهم بتاع ما نعرف هو اسمه ايه اساسا. خايف الله ارضهم تبوظ يجي يقفلوا بيتي. الله يسكتك ويقضيك يا بحر. ما تكلم ما تقولش الا مهندس. اوعى انت ما وصل الارض والجوجا. ما ينفعش. اقعد. لا انا رايح للبيت. خد عندك كلمه. لا يا حبيبي. خطك يا بيي. على الطريق انا اعطيتهم بتاع من عندي. مهندس. ايوه. المهندس اللي شغال معاك. ايه فين؟ خلصنا الارض. مين؟ محمد عاطف؟ اه. ده انا عارفه لليوم واسمه. الجوجا يا مهندس ولا No!
تعالى تبرات